ما هو التوكل؟ توكل أما ترى سارة سوم حيته. لابد في التوكل من ثلاثة أشياء. قفكو مركو أحد ترى سارنا يصدح الشيء أيوات أي أيال ربعين لهرو. أن يكون صادق في اعتماده على الله لا كاذب. مركو قفكو إلهي ترى سارنا هو إنه رنكش يجا يا ترى سارة شدا وإلهي ترى سارتي ويسم بينك عين. الثاني أن يكون واثق، يعني لا يشك في أن الله سبحانه وتعالى منجز له هذا الأمر لا محالة. مد الله بعد وإنه كالسوني اللي ماذا وكو كالسون هذا إلهي أرنتاس وإلهي وترسى عشان إلهي إنه وفناي. الثالث أن يأخذ بالأسباب المشروعة للممنوع. الشرط قصد حاد وحوية إن أقاتو أسباب تي وكو قاري لها وحاس وإلهي وترسى عشان أو أسباب تبنان لكن أنا ممنوع أهين. طالب من الطلاب سيد أرضي كم ذا يريد يحفظ القرآن وحرب القرآن كأنه حفظي. قال أنا متوكل على الله. وحيد أنا إلهي ما ترسرت. صادق قال نعم والله صادق لا كاذب. رن ما شيء جيسا وحيد رن ما شيء جاي بين ما شيء جاي. هل أنت واثق في أن الله ييسر لك حفظ القرآن أو تشك طرفة عين؟ قال والله ما أشك طرفة عين. ما كوكال صونته إلهي إنه كوفضينه القرآن كأنا حفظي سيد كوكال مينه وحيد وان كوكال صونه أدم أو كرسونه. هل تأخذ بالأسباب تحفظ في كل يوم تراجع في كل يوم هل لديك شيخ تعرض على القرآن؟ قال نعم. إذا هذا متوكل. أسبابتي ما قالتي وما لينك القرآن كم يحب ديسا ما لينك سمو مراجع ديسا الشيخ وقب حد ما يالتي تاس أياس توكل كسحلة أو نقنايا. من يتوكل على الله فهو حسبه أن يكفيه كل شيء. قفك إلهي ترسعته إلهي وكف لين ياي عد كستنا وكوكا فينايا. ومن يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى نسأل العافية والسلامة خذل والله أعلم. قفك إلهي غير كيس ترسعتنا إلهي وهو تيا إلهي بان ويدسين أنا بتقليه والله أعلم.